صيدليات العربية جاية لكم بعروض بمناسبة عيد الأم، بتخليك تختار هدية ست الكل من أشهر المنتجات بخصومات تصل ل 50%. كمان لو قيمة مشترياتك 250 جنيه أو أكتر في الفترة من 11 مارس ل 21 مارس هتدخل سحب على أكتر من 21 شنطة هدية فيها منتجات لست الكل. هيتم السحب وتوزيع الهدايا داخل فروع صيدليات العربية يوم عيد الأم. لحمايتك وحماية أسرتك نراعي تطبيق الإجراءات الوقائية. صيدليات العربية، اهتمام من القلب.